عندنا اليوم؟ عندنا فروج والعبد. تدرون ان مطعم فروج والعبد عندهم افرع بالخليج والوطن العربي، وكل شيء عندهم على الفحم، حتى انت يسوونك على الفحم. وهم الوحيدين اللي عندهم هالسطر، هذا هالسطر اللي يسطر. اول ما تبطلون الغطاء راح تشوفون هالعيش او الرز اللذيذ، قول لي مو لذيذ بعد، وبعدها عاد انت تعيش حياتك مع الدياي. شوف مبهر ومتبل وجاهز. زين انتوا تسمونه دياي ولا دجاج ولا دياج؟ والحين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ يلا نبلش. قصتنا اليوم وايد قوية وفيها وايد أحداث، بس لحظة. أول شيء لنشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بقوله لكم إن كل شخص يرتكب جريمة بهالحياة يمثل نفسه، بس ما نقدر نعمم على جنسية معينة أو ديانة معينة أو حتى طائفة معينة. بكل مكان على هالأرض في مجرم وفي ضحية من نفس الأرض، يعني المجرم والضحية اثنيناتهم من نفس الدولة أو نفس الجنسية أو نفس الطائفة، فكل مجرم يمثل نفسه وبس. حلو الكلام. القصة أو الحادثة اللي بنتكلم عنها اليوم يسمونها الأربعاء الأسود. لو سألت أي أحد من الأردن الحبيبة وقلت له شنو يعني الأربعاء الأسود راح يذكر هالحادثة، مصيبة كسرت قلوب كل أهل الأردن. قصتنا اليوم مو عن مجرم ولا قاتل متسلسل، لا، اللي بنتكلم عنهم اليوم أسوأ منهم. المجرم أو القاتل المتسلسل دايما ينخش، يسوي مصيبته بدون لحد يدري، لأنه يعرف أنه هو غلطان واللي قاعد يسويه غلط. أما المجرمين اللي بنتكلم عنهم بهالقصة يعلنون عن نفسهم بكل فخر ومقتنعين ومؤمنين إنهم الصح وباقي الناس كلهم غلط. اليوم ما راح نتكلم عن ضحية ولا ضحيتين ولا حتى ثلاث ضحايا، اليوم بنتكلم عن 60 ضحية راحت بسبت ان في ناس شايفين نفسهم هم الصح ولازم غصبا علينا ان احنا نعترف بانهم الصح واحنا اللي غلط ولازم كلنا نموت. والحين ما ابي اطول عليكم بالمقدمة اكثر، تعالوا معاي خلينا نشوف الصار بقصتنا. قصتنا صارت بسنة 2005 بالأردن الحبيبة وتحديداً مدينة عمان. كان في عائلة قاعدين يجهزون نفسهم عندهم عرس، يعني أعتقد أن العرس يعتبر أسعد مناسبة عند كل عائلة. فالحريم من الصبح بالصالونات يجهزون نفسهم يكشخون، العروس بتتزوج الباجي كاشخين، يخلوها بروحها كاشخة انتو اشتبون، حق العزابية يدورون لهم عرسان، والشباب كل واحد كاشخ بدلة وكرفتة عندهم عرس، مستانسين الناس فرحانة. والعروسة كان اسمها نادي العالمي، أما عريسها فكان اسمه أشرف دعاس. كل العائلة مستانسين فيهم، البنات فرحانين بالعروسة والشباب ناطرين متى يشيلون المعرس. الكل كان ناطر هالليلة الحلوة. أنا بلش معي الصبح عروس، قمت عملت فنجان قهوة، قعدت أنا وماما وبابا، عروس مبسوطة، استمتعت بكل لحظة مضيتها بهذا اليوم. ما كان عندي أي شعور إنه في أي شيء غلط، أو هيك الواحد مرات بيحس إنه مش يومي أو قلبي مقبوض أو كذا، أبداً. ولما صار الليل وتجمعوا أفراد العائلتين وقفوا علشان يأخذوا لهم كم صورة حلوة، وبعدها راحوا لقاعة الحفل، لقاعة العرس، وهي تعتبر واحدة من أكبر وأجمل قاعات بعمان، وكانت بفندق راديسون ساس، يعتبر واحد من أكبر الفنادق بعمان. والمفروض ان العرس هذا كان يصير برمضان، لكن العائلتين قرروا انهم يأجلونه لغاية بعد عيد الفطر، وتم تحديد يوم الاربعاء تاريخ 9 نوفمبر سنة 2005 موعد حق يوم العرس. وكأنهم بنفسهم حددوا يوم مصيبتهم بدون ما يدرون، لان في ناس ثانيين حددوا نفس اليوم بتاريخ 9 نوفمبر 2005 وبنفس المكان لكن حق شيء ثاني. هذيل محددينه حق عرس والثانيين محددينه حق مصيبة. المهم بدأ الحفل واشتغلت الفرقة وزفوا العروسين، كانوا مستانسين والناس يصفقون لهم، هني ناس توزع العصير وهني الموظفين قاعدين يخدمون اللي بالحفل، الأطفال يركضون مستانسين، كل واحد فيهم كاشخ، والفرقة الفلكلورية بدأت تعزف وهالدبكة الأردنية الحلوة. يعني كان الجو العام بالعرس وايد حلو وايد عائلي، وكان العرس عائلي بس كلها ثواني والعالم كله راح يسمع عنها العرس. خلصت الزفة وصارت الساعة 9:30 بالليل، والعروسين كانوا رايحين ناحية الباب، حوالينهم عائلتهم وقاعدين يقطون عليهم الورد.
هني وبهاللحظة صار انفجار كبير بالمكان كله. كان في انتحاريين اثنين بوسط العرس لابسين حزام ناسف فجروا نفسهم بين الناس. بواحد من اللقاءات التلفزيونية اللي سواها العريس أشرف قال إن آخر شيء سمعته هو مغني الفرقة لما قال يعطيكم العافية. بعدها الدنيا صارت سودة، انفجار قوي هز الأرض، السقف طاح على روسهم، ما قاموا يسمعون إلا صوت صفارة، أذونهم قامت تصفر. بعدها شوي شوي الرؤية صارت أوضح، فقاموا يشوفون أشلاء الناس قدامهم. كل شيء صار بسرعة، ما حد كان يدري هو حادث، أنبوبة غاز انفجرت، طيارة طاحت على الفندق، ما حد يدري لحين صاير، صراخ ودخان وغبار وأنقاض وجثث. فستان العروس الأبيض صار لونه أسود وصار كله دم، وبدلة العريس تقطعت. أخذنا شوية صور تذكارية وبعدين نزلنا لنبلش العرس. بطريقنا يعني في بهو الأوتيل باتجاه قاعة العرس، أذكر آخر شيء بتذكره لما مغني فرقة الزفة قال يعطيكم العافية تفضلوا على القاعة. هون حدث الانفجار، طلع الصوت، لمعت القاعة جوا. في لحظتها مباشرة شاهدت والدي، طبعا هو كان بأقرب شيء للمدخل، وقع مباشرة. حماي عم بركض باتجاهنا ووقع على الأرض، فمباشرة أنا حاولت، نادية عم بتحاول بدها تشوفه، غطيتها بجسمي وسحبتها. للحظة هاي احنا مش مستوعبين شو اللي حدث في داخل القاعة. الانفجار اللي صار هذا راح الضحية 26 شخص كلهم من عائلة العروسة والعريس، وأبرز اللي توفوا بهالحادث هم والد العريس ووالد العروسة رحمة الله عليهم. طبعا في وايد ناس انجرحوا وجروحهم كانت كبيرة، ومنهم العروسة والعريس. فبسرعة وصلوا رجال الإسعاف وانقلوا المصابين للمستشفى. وفي واحد من الشباب اللي بالفرقة الموسيقية اللي عزفت بهالعرس قال إنه لما كان قاعد يزف العروسة والعريس بفندق راديسون ساس شاف شخصين أشكالهم غريبة، كانوا ريال ومرة، كانوا موجودين بصالة العرس بس واقفين بعيد، مبين عليهم إنهم مو مستانسين، كانهم مغصوبين على العرس، مع إن المرة كانت كاشخة وبكامل زينتها، إلا إن شكلهم كان مريب، شكلهم غريب. فيقول أنا شفتهم ولفيت وجهي، وبمجرد ما التفت عنهم هني صار الانفجار. يقول شفت الناس قاعدة تتقطع قدامي، وللأسف معظمهم من النساء والأطفال. انتوا عبالكم ان بس هذه قصتنا صح؟ الانفجار اللي صار، لا، الموضوع أكبر من كذي. هذه البداية، لأن بعد كم دقيقة بس من استلام الطوارئ بلاغ عن انفجار بفندق راديسون ساس، بعد كم دقيقة ياهم بلاغ ثاني عن انفجار ثاني بفندق غيره، وهالمرة فندق حياة عمان. هذا فندق ثاني انفجر، وبعد دقايق من الأول. وقال واحد من الشهود وهو طبيب عراقي كان من ضمن وفد كبير مشاركين بمؤتمر، كان مؤتمر عربي لأطباء جراحة العظام، وهالطبيب العراقي كان واحد من هالمدعوين. يقول كنا قاعدين ناكل عشاننا بلوبي فندق حياة عمان، كلها دقايق إلا وانفجار كبير هز المكان كله، وشفت في ناس بعيني تقطعوا، الجثث بكل مكان، وانطفى النور بالفندق كله. هني صارت انتفاضة حكومية، فندقين ينضربون تقريبا بنفس الوقت، فندقين كبار. فالحكومة الأردنية هني أعلنت الطوارئ، المطافي والأسعاف والشرطة والدفاع المدني وغيرهم، كلهم راحوا علشان يشوفون الصار بهالفندقين. وتخيلوا وسط هذا كله ياهم اتصال من فندق ثالث. إيه نعم، فندق ثالث تم تفجيره. لا مسخت السالفة، ثلاث فنادق، شنو اللي مفجر ملاقي حجز زعلان على الفنادق؟ حمار انت. هالمرة الاتصال الثالث ما كان بعيد عن الفندقين، الفندق الثالث كان فندق الديز إن. لو كان في واحد بذيك الليلة سايق سيارته وقاعد يتمشى فيها بهالشارع كان شاف ثلاث كور ضخمة من النار، ثلاث انفجارات بثلاث أماكن بثلاث فنادق، وكلها كانت بعمان. طبعا هني عمان صارت بحالة استنفار، صفارات سيارات الشرطة والإسعاف والمطافي، الدنيا انقلبت، لأن صد شيء مو معقول، ثلاث انفجارات، ثلاث فنادق، ضحايا. كانت المناظر تخوف، تعور القلب. وراح ضحية هالثلاث انفجارات أكثر من 60 قتيل و115 جريح، بعض المصادر قالت 200 والجزيرة قالت 300 جريح، يعني عدد الضحايا كان كبير. هني وبهالوقت الشرطة سكرت كل الشوارع اللي باتجاه الفنادق الثلاثة، ووقفوا كل السيارات اللي كانت بالمنطقة، وحققوا مع كل الموجودين، أي واحد كان موجود بهالمكان سواء يمشي أو بسيارته، وقفوا وحققوا معه، وهم فرغوا كاميرات المراقبة اللي بالفنادق، وتبين اللي صار مو صدفة، اللي صار عمل إرهابي. وبيان صادر عن الديوان الملكي أدان الملك عبد الله التفجيرات، وتوعد اللي نفذوها، وقال ما راح يخليهم.
وقال إن هالأعمال الإرهابية ما راح توقف الأردن عن القيام بدورها بمكافحة الإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية المجرمة، وكل من يوقف وراها أو يبرر أفعالها. وبذاك الوقت الملك عبدالله كان زاير كازاخستان، قطع زيارته على طول ورجع مرة ثانية الأردن. وثاني يوم طلع الشعب الأردني كله، طلعوا بمظاهرات ينبذون فيها الإرهاب. كان الشعب الأردني كله معصب، غضب كبير كان بالشارع، ما حد كان راضي باللي صار. الانتحاريين بينوا بكل كاميرات التسجيل، كانوا واضحين وهم رايحين للأماكن اللي بفجرونها، وكان مبين كلهم لابسين أحزمة ناس فتحت ملابسهم. الأول انفجر بقاعة الاحتفالات براديسون ساس، والثاني بلوبي حياة عمان، والثالث انفجر بمدخل فندق الديزن. وطبعا بما أنهم انتحاريين ولابسين أحزمة ناس وفجروا نفسهم، فطبيعي أن كلهم ماتوا، خلاص ماتوا موتة كلب، ما عاد واحد فيهم بس، أو مو واحد فيهم، واحدة منهم بس اللي ما ماتت، واحدة من الإرهابيين واللي كانت بفندق الراديسون ساس بقاعة العرس. هالمرة هذه اللي كانت كاشخة واللي شافها واحد من أعضاء الفرقة الموسيقية، هذه ما ماتت، كانت مع اللي نفذ عملية التفجير، وكان من المفروض إن هي بعد تفجر نفسها، لكن حزامها الناسف ما انفجر، ما اشتغل، كان في خلل، هذه مخها في خلل مو الحزام الناسف. فأول ما حاولت إنها تفجر نفسها وما قدرت، والحمار اللي معاها فجر نفسه وذبح الناس، هي قدرت تنحاش مع الناس اللي قاعدين حاشون اللي طلعوا من قاعة العرس، دشت بينهم وقدرت تنحاش، فطلعت بدون ما حد يلاحظها. فلما شافوها بالكاميرات وتم التعرف عليها، تم تتبع خط سيرها، وهذه لقوها من خشب بيت زوج اختها بمدينة قريبة من عمان اسمها مدينة السلط. طبعا زوج اختها ما كان يدري هيش مسويه، لغايه ما بيوم من الايام زوج اختها شاف الحزام الناسف تحت السرير فبلغ عنها وتم القاء القبض عليها. بدا الامن الاردني يدور على الامراه، طلعت اخذت تاكسي وصلت على بيت في السلط، فهي دخلت بحجه انه هي اخت زوجة ابنك، فاستقبلها المواطن الاردني في بيته، طبعا بتعرف الاردنيين وكرمهم وما سالوا في البدايه، قالت انه انا جاي من العراق وبدي اتعالج عشان موضوع العقم وانه زوجي مش موجود. لغايه لما مر 3 أيام واكتشف صاحب البيت الحزام الناسف مخبيته تحت السرير بالغرفة اللي كانت هي بتنام فيها، تعان طبعا بقريب إله، هو ضابط متقاعد من دائرة المخابرات، استدعى مباشرة بلغوا الأجهزة الأمنية. وبنفس الوقت أعلنوا المسؤولين عن هوية الانتحاريين اللي قاموا بهالتفجيرات، وهم بنفس الوقت أعلن تنظيم القاعدة في العراق مسؤوليته عن تفجيرات عمان عبر بيان بثوا على النت، وقالوا بهالبيان إن مجموعة من أفضل ليوثنا، يقصدون كلمة ليث أسد، ليث ليوثنا يعني أسلوب الحين، شنت هجوما على الفنادق الثلاثة حيث انطلقت ثلة أسود خير الكتائب وأكرمها كتيبة البراء بن مالك لنصرة دينها وإعلاء كلمة التوحيد في غزوة جديدة. ما أدري وين قاعدين، شنو غزوة وشنو ثلة، واللي ذبحتوهم ناس بعرس، ناس ما لهم شغل بشيء. المهم أكمل لكم البيان، يقول وبعد دراسة الأهداف ومراقبتها تم اختيار أماكن التنفيذ في بعض الفنادق التي تحولت إلى ساحة وحديقة خلفية لأعداء الدين واليهود والصليبيين، ومرتعا قذرا لخونة الأمة المرتدين، وملاذا آمنا لمخابرات الكفار، وبؤر للعهر والفجور. أنتوا قاعد تتكلمون عن ملهب قريش مو فندق بعمان، هذا المفروض فيه جواري، المفروض قاعد واحد متين نص كرشة طالع وبيده جرة وقاعد يشرب قليلا من نبيذ العنب. هالكلام اللي قاعد تقولونه، فندق بعمان ناس مسوين عرس، أطباء متيمعين قاعدين يتعشون، وين الخونة؟ ما أدري شلون صاير مخهم. عموماً بالفترة ما بين سنة 2003 و2006 كانت هالفترة هذه أكثر أيام الإرهاب، كانوا بقوتهم وتنظيم القاعدة فجر بأكثر من دولة في العالم العربي، وكانوا يضربون أهداف شخصية باسم الدين، أي شيء يسوونه باسم الدين، يذبحون لهم واحد يقولون كافر، يفجرون بمكان كله أطفال ومساكين يقولون هذول كفار، كل الناس عندهم كفار بس هم مسلمين. وقال نائب رئيس الوزراء الأردني إن زعيم تنظيم القاعدة في العراق واللي هو أبو مصعب الزرقاوي هو المشتبه فيه الرئيسي بالتفجيرات الثلاث. أبو مصعب الزرقاوي؟ منو هذا أبو مصعب الزرقاوي؟ أبو مصعب الزرقاوي هو أحمد فضيل نزال الخلايلة، ويسمي نفسه أبو مصعب الزرقاوي، فكل واحد فيهم عنده اسم، أبو البراء، أبو الحارث، أبو مصعب الزرقاوي، وهذا أحمد فضيل نزال الخلايلة هو أبو مصعب الزرقاوي، أردني الجنسية سابقاً لأن انسحبت جنسيته بعد التفجير، ومن مواليد سنة 1966، ولو تسوون بحث بسيط على اسمه راح تلاقونه أعدم وايد ناس وقطع رؤوس وايد ناس وكله تحت اسم الإسلام
والجهاد، وهو شوه الإسلام باللي سواه وهو أشكاله. وهو صغير كان يقرأ عن الجهاد عند القاعدة، وتأثر بالمنهج التكفيري وقرر أنه يطلع يجاهد. وفعلا راح أفغانستان، وهناك تعلم منهم كل شيء، تعلم أنه يكفر كل الناس. ورجع بسنة 1992 للأردن علشان يجاهد هناك. يجاهد يعني يقتل كل المسلمين العاصين والمسيحيين واليهود وأي أحد ما يكون على هوا. وبالأردن تم اعتقاله أكثر من مرة. مرة من المرات لقوا عنده أسلحة، يا ريت بس أسلحة ومتفجرات. وتم سجنه لمدة 7 سنوات، لغاية سنة 1999 أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني عفو عام عن كل اللي بالسجون، فطلع قبل لا يخلص مدته. بعدين عرفنا وفهمنا أنه هي عبارة عن خلية تابعة لأصبحوا بعدين داعش. كان القاعدة أوكي بقيادة أبو مصعب الزرقاوي من العراق. الزرقاوي اللي كان بيقود تنظيم القاعدة في العراق، تعرف هو أردني، وهو شخص كان له بين قوسين ثأر مع الأمن الأردني، لأنه كان يتم اعتقاله فترات طويلة على قضايا قبل ما يلتحق بالقاعدة. كان عنده موقف سلبي من الدولة الأردنية، وكان يحاول أن يثأر من الدولة الأردنية أو يصيبها بأذى. عرفنا الحين من هو أبو مصعب الزرقاوي. تعالوا خل أقول لكم من الانتحاريين. الانتحاري الأول اللي فجر قاعة العرس وحول العرس لعزة كان اسمه علي حسين علي الشمري، والثاني اسمه جاسم محمد، والثالث اسمه صفاء محمد علي. وهذيل اثنيناتهم أعمارهم 23 سنة، وأساميهم الحركية أبو خبيب وأبو معاذ وأبو عميرة وأم عميرة. إنزين، من المرة الانتحارية اللي تم إلقاء القبض عليها؟ ما قلت لنا اسمها، وأنتم ما تنطرون. الحين بقول لكم اسمها. المرة الانتحارية اللي كانت مع الانتحاري الأول واللي حزامها الناصف اخترب وما اشتغل وانحاشت وتم إلقاء القبض عليها، هي زوجة علي الشمري واللي هو أبو عميرة، واسمها ساجدة الريشاوي، وهي عراقية جندها زوجها، وفي من أهلها من أبرز قادات التنظيم تنظيم القاعدة. وبعد ما تم إلقاء القبض عليها، طلعت على التلفزيون الأردني تاريخ 13 ديسمبر 2005 وقالت تفاصيل دخولها للأردن، شلون دخلت من العراق للأردن، وشلون جهزت حق عملياتها. ساجدة مبارك عطروز، مواليد 70. ساجدة الريشاوي واحدة من أخطر النساء ومن الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد. ارتبط اسم المرأة الأربعينية بتفجيرات عمان عام 2005 وبأشقاء 3 قتلى كانوا من مؤسسي ما عرف بالدولة الإسلامية في العراق. جندها أبو مصعب الزرقاوي وزوجها علي الحسين الشمري للقيام بعملية انتحارية في فندق راديسون ساس. يوم 9/11 دخلنا إلى الفندق أنا وزوجي، هو يأخذ زاوية وأنا أخذ زاوية. الفندق كان به حفلة عرس، أطفال ونساء ورجال. زوجي نفذ، أنا حاولت أنفذ ما انفجر. لم تمضي سوى أيام حتى وقعت المرأة العراقية في قبضة أجهزة الأمن الأردنية بمدينة السلط، وبالضبط في منزل شقيقتها. وبسنة 2006 هني بدأت محاكمتها. أثناء محاكمتها الشعب الأردني كله طالب بإعدامها، وهي طبعا دافعت عن نفسها، قالت إنها هي ما لها شغل وزوجها أجبرها أنها تسوي هالعملية، وطالب محاميها بإسقاط التهم عنها. ما شلون في ناس يدافعون عنهم؟ قال إنها هي مسكينة ولعبوا بعقلها، وقال إن عقلها مو مضبوط، فيها خلل بمخها، يعني مينونة. لكن المحكمة الأردنية ما اقتنعت بهالكلام، عبرت الحدود من العراق للأردن وحجزت بفندق قريب مع باقي الإرهابيين، وكشخت وتزينت وراحت العرس ودخلت بين الحضور وشاركت بعملية ماتوا فيها وايد ناس أبرياء. هذه وين ما عندها عقل؟ اللي ما عنده عقل نعرفه، ينتف شعره، يركض بالشارع يحدث الناس بصخر، ويروح يفجر نفسه بفندق. حسب الرواية اللي نحن وصلنا لها، وخلال كمان سمعنا لشهادة ساجدة الريشاوي خلال محاكمتها قدام محكمة أمن الدولة، زوجها علي الشمري الانتحار اللي فجر نفسه داخل قاعة العرس طلب من الريسبشن يحضروا عرس أردني، فكانت هي معه. ونحن بطبيعة أعراسنا في الأردن ما حدا بيسأل أنت من أهل العريس أو من أهل العروس، فالكل أهلا وسهلا فيك، فرحتنا بتشاركنا فيها. دخل العرس، قعد بين الناس، فجأة طلع على ساجدة. ساجدة حاولت تفجر الحزام الناصف اللي هي لبسيته، ما انفجر معها، بزاحها هيك وركض وطلع على الطاولة. لحظة طلوع على الطاولة فجر نفسه بالحزام الناصف، فتم الحكم عليها بالإعدام. ولأنها ما قتلت أحد وعندها 3 أطفال، وأطفال
عيالها صغار بالسن، فقامت المحكمة بتعليق الحكم، يعني حكمت عليها بالإعدام بس بدون تنفيذ الحكم، وظلت مسجونة عندهم لمدة 10 سنوات لغاية سنة 2015. هني طالب تنظيم داعش بأنه يتم إطلاق سراحة، وبالمقابل يطلقون سراح الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة. هذا طيار أردني طاحت طيارته بمكان تابع لتنظيم داعش، فتم اختطافه وتم إعدامه، ويا ريت اعدموه وحرقوا رحمة الله عليه. وفي مسؤولين يقولون انهم ما فاوضوهم، قالوا ان تنظيم داعش اعدم الشهيد معاذ الكساسبة، فبعدها على طول الحكومة الأردنية اعدمت ساجدة، قالوا علشان نسكر هالباب خلنا اعدمها ونفتك منها. وايد ناس قالوا ان اعدامها كان رد فعل غاضب من الحكومة الأردنية على اعدام الشهيد معاذ الكساسبة، الا ان الموضوع فيه بعد نظر سياسي اكثر من كون انتقام. اما بالنسبة حق ابو مصعب الزرقاوي فتم قتله بعد التفجيرات بسنة، يعني بسنة 2006 مات بغارة امريكية وهو زوجاته الثنتين، لا كان متزوج ثنتين بعد، ومات حاله حال اي واحد من اعضاء هالتنظيم اللي ما يعرفون الا الحقد، وانهم يتكلمون باسم رب العالمين. انا ما ادري شلون يتكلمون باسم رب العالمين وانهم قاعد يجاهدون وهم قاعدين يقتلون اطفال، يقتلون نساء واطفال. لما كان احتجاز واعتقال الطيار الاردني معاذ الكساسبة كان الحديث عن تبادل، لكن الاردن اعدمها باليوم الثاني لاعدام الشهيد معاذ. في حين اذا بترجع بالذاكره ليوم اغتيال الزرقاوي، قيل في حينها انه الاردن هو ساهم في اغتياله، بغض النظر عن تفاصيل الدور، لكن الاردن كان شريك مهم وكان له هدف وكان له غايه مباشره للاردن ومصلحه مباشره ان يتم قتل الزرقاوي باعتباره المسؤول الاول عن تفجيرات عمان. فالاردن كان زي ما بنحكي احنا باللغه العاميه، الاردن اخذ حقه كامل من الثأر للشهداء والناس المصابين. واحد من شهداء تفجيرات عمان وهو مخرج فيلمين الرساله وعمر المختار، المخرج السوري مصطفى العقاد اللي نشر الاسلام من خلال هالفيلمين. تخيلوا ان هالفيلمين تترجموا حق كل لغات العالم وساهموا بشكل كبير بنشر الاسلام. رحمه الله عليه كان قاعد بفندق حياة عمان، قاعد ما له شغل بأحد، ناطر بنته توصل. فأول ما وصلت بنته راحت له علشان تسلم عليه. بهاللحظة الانتحاري ما كان لابس حزام الناصف، كان أساسا داخل الحمام علشان يلبس حزام الناصف. فالانتحاري وهو طالع من الحمام ومصطفى العقاد توه شايف بنته وقاعد يسلم عليها، هني فجر نفسه، فتوفت بنته على طول. وتوفى مصطفى العقاد بعدها بيومين بالمستشفى على أثر هالحادث. اللي صار هذا موجود بقلب كل الأردني وعربي. الشعب الأردني حارب الإرهاب بكل أشكاله وكان رافض اللي قاعد يصير، والحكومة الأردنية ما سمحت حق هالإرهابيين بأنهم يزعزعون أمنهم. كانوا الشعب الأردني وحكومة الأردن كلهم على قلب واحد، كلهم إيد واحدة، كلهم وقفوا بوجه الإرهاب. وهذا الأردن مثل ما احنا نعرفها قوية من داخل ومن برا، قوية بشعبها، قوية بحكومتها، قوية بالنشامة اللي عندهم. ما أنا بعرف هالمتطرفين وهالمتعصبين ما يقرون القرآن، ما يقرون كلام رب العالمين. يا أخي حتى معاملتنا مع غير المسلمين، ديننا حثنا على اللين والمودة معاهم، ما قال لنا روحوا ذبحوهم، فما بالك اللي يقتل مسلمين وأطفال. شلون واحد يفكر بهالطريقة؟ شلون أكون مقتنع وألبس حزام ناسف وأدخل عرس كل أطفال وناس كبار وحريم وأفجر نفسي بينهم وأعتقد أني أنا راح أدخل الجنة وناطرين حور العين، ناطرينك بالنار بنعال، هي حور عين. ولا تقولون هالأشياء هذه صارت من زمان، للحين في منهم موجودين بيننا، للحين موجودين العنصريين. العنصرية مو زينة بكل أنواعها كل أشكالها، بس الحمد لله بالأيام هذه زاد وعي الناس وصاروا من يشوفون واحد كذي عنده أفكار متطرفة على طول يبلغون عنه، على طول ينصاد. والحمد لله بدولنا العربية والإسلامية كلنا متحدين وعلى قلب واحد وما حد يفرقنا، كلنا نحب بعض ونحب أوطاننا وكلنا قلوبنا على بعض. وكل الدول العربية احنا كلنا شعب واحد، كلامنا واحد، ديننا واحد، روحنا واحدة. فنقول حق هالإرهاب المتطرف المتعصب ان احنا نابذينك ونابذين تفكيرك، ولا انت ولا جماعتك لكم مكان بيننا. فهمتوا؟ اتوقع انكم فهمتوا. انا الملك ميال تريليه وما فيش غيرك يا ابو العبد على البال. خلصنا هالقصه، ادري انتم تطالعوني وتاكلون بس انا اكل بعد ما اخلص القصه. الحين يا دور هالسطر برتكب فيك جريمه يا الحبيب. اي والله داش لي على عرس في يا هال صغار، ناس كبار بالعمر، رايح ذابحهم يقول لك باسم الاسلام. اي اسلام؟ تقول الاسلام بريء منكم. المواضيع هذه كلها مواضيع ماني متكلم لا يجيب العيد. انا خلوني ساكت، انا حالاتي ساكت، خلوني ساكت.
ما اقول الا سناقه 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 سناقه، خلونا على سناقه وايد ارحم وايد ابرك. والله تعالوا يلو من زمان مو مسلم عليكم، يلو يقول احبكم مشتاق لكم ولهت عليكم وايد. صح احبهم؟ اي احبهم، احبهم وايد وشويه، احبهم وايد. زين تحبني؟ لا ما احبك ما احبك. هل تحب منو؟ الحين رفيجي برهم يدخل عندي الاستوديو يلعب معي وانت ما تدري، شنو؟ برهم يدخل الاستوديو يا ويلك انت وياه، اطقكم، لا تبكي، قص يلا، شب قص، بس بس خلصنا خلصنا، يلا باي باي باي. ولهني وصلنا حق نهاية قصتنا، ان شاء الله اكون وصلتها لكم بطريقة عجبتكم، اذا كنت اول مرة تشوفني لا تنسى اشتراك بالقناة، واذا كنتم رابح حبايب القدم لا تنسوا اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء اول باول. بالنهاية اقول لكم احبكم وايد 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 وبعد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة. أعطوني لمة لمة سريعة، يلا يلا بسرعة.